زهقتي من الكيكة العادية، تعالي نجدد فيها ونعمل كده صينية كيكة طعمها حلو وتشرفنا كده قدام الضيوف، وممكن كمان نعملها في المناسبات بصوص بسيط خفيف ايه سهل اقتصادي على قد الايد. هنعمل النهاردة صينية كيكة حلوة قوي، قطعيها بقى التقطيع اللي انت عايزاها زي الجاتو، تقطعيها قطع زي ما انت حابة. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الكيكة بتاعت النهاردة عملناها مع بعض ازاي. بصوا الجمال، هي بتتكلم عن نفسها حاجة كده واو. نعمل صينية كيكة في السريع كده، مش هتاخد وقت خالص، ممكن تعمليها كل يوم بكل سهولة. عندي هنا 2.5 كوباية من الدقيق المنخول، معلقة كبيرة من البيكنج باودر او باكو من البيكنج باودر، وذرة من الملح، بقلبهم كده مع بعض. لو عايزة كيكة هنا بيضة ما بتحطيش كاكاو، انا النهاردة هحط عليها باكو من اللي هو الهوت شوكليت، فتحته ده هوت شوكليت بالقرفه والشوكولاته. هنا مش عايزه تحطي هوت شوكليت، تحطي معلقه كبيره من الكاكاو، ممكن تعمليها بيضه زي ما انت حابه. انا هستخدم الهوت شوكليت ابو قرفه وشوكولاته، بيدي طعم حلو قوي في الكيكه، بتبقى خطيره بصراحه. اهو ده شكل الباكو اللي مستخدماه كورونا. هنا ممكن تستبدليه بمعلقه كبيره من الكاكاو، وممكن رشه من القرفه، يعني ربع معلقه صغيره من القرفه لو عايزه تاخدي نفس النكهه. بقلب الكلام ده كله كده مع بعض كده. جهزنا المكونات الجافه اللي عندنا. تعالوا نشوف المكونات السائله عندي ايه. عندي 1 كوباية من الحليب اللي هو اللبن، 1.25 كوباية من السكر، عندي 0.5 كوباية من الزيت، 2 بيضتين وحط عليهم معلقه من الخل، وعندي فانيليا. اهو البيض اهو، حطيت عليه معلقه من الخل كبيره، واحط 2 نقطة من الفانيليا او 2 باكيت من الفانيليا بالشكل ده كده. الفانيليا اتقلبت، بس ماشي نمسح بقى الكلام ده. هجيب بقى الخلاط، احط اللي هما البيضتين والفانيليا والخل في الخلاط، متاخدش وقت خالص. احط السكر 1.25 كوباية، هحط 0.5 كوباية الزيت، هحط 1 كوباية اللبن. هضرب بقى الكلام ده مع بعض كويس جدا لمده ما تقلش عن 5 دقائق. خطوه الضرب دي مهمه جدا جدا. بعد ما ضربت المكونات كويس، هنزل بيها على الخليط الجاف بالشكل ده كده اهو، شايفين بقى المنظر. ببدا بقى اقلب في اتجاه واحد المكونات كلها كده مع بعض في اتجاه واحد، لحد اما كلها تتدخل مع بعض كده والدقيق عندي يختفي. جبت هنا صينية دهنتها زيت بالشكل ده. هنا الخليط بقى، بصوا عندي بقى عامل ازاي، بقى جاهز. هنزل بقى بالخليط في الصينية كده اهو بالشكل ده كده، بعد ما ضربته كويس جدا اهو. ببقى مشغلة الفرن من قبلها ب3 دقايق كده او 2 دقيقة على حسب الفرن بتاعك، بس اهم حاجة تكوني مسخنة، مينفعش تدخلي الكيكة على فرن بارد، الخطوة دي بتفرق جدا. هدخله على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، بندخل الكيكة على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. بسوي من تحت الاول، بعد كده بشغل الشوايه، بتاخد معايا بالظبط حوالي من 20 ل 25 دقيقه. بفتح الفرن بعد 25 دقيقه بجسها، او 22 دقيقه ببدا ان انا اجسها. لقيتها استوت بشغلها الشوايه الدقيقه او 2 دقيقة الفاضلين، وبطفي من تحت. لقيتها ما استوتش بقفل الفرن تاني. بس لو انت الفرن بتاعك بيغيب في السوا، يبقى ما تفتحيش قبل 25 دقيقه، هتضمني ان هي استوت معاكي، وشغلي لها الشوايه دقيقه او حاجه هتلاقيها استوت معاكي. هدخلها الفرن دلوقتي على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، هسوي من تحت الأول بعد كده من فوق، واطلعها واقول لكم قعدت قد ايه في الفرن بالظبط. وزي ما انتم شايفين ده شكل الكيكة بتاعتنا بعد 25 دقيقة. فتحت عليها ولعت لها الشواية دي، هي اخد معايا 26 دقيقة بالظبط. بصوا بقى اهي، تعرفي ان هي استوت لما مطلعش معاكي حاجة. ببدأ ان انا اخرمها كده، انا سبتها هنا استهدت كده بالشكل ده، ببدأ ان انا اخرمها. لو انت هتقدميها كده زي ما هي، يبقى انت هتسيبيها وتغطيها، اهم حاجة بعد ما تستهدى شوية غطيها في فوطة عشان تفضل معاكي طرية. انا بقطعها كمان واحطها في علبه، ده بيخليها معايا طريه لاخر قطعه، بسيبها تستهدى خالص بعد كده بقطعها واحطها في علبه. انا بقى هعمل ايه، هسقيها عشان انا عايزه احط على وشها صوص، فانا عايزاها تبقى طريه معايا. فانا هنا عندي اللبن ساقع وعندي الكيكه دافيه، ببدا ان انا اسقيها. هسقيها بقى كده اهو بالشكل ده كده.
بصوا بتشربوا ازاي، عشان هي دافية واللبن ساقع. لو الكيكة باردة يبقى اللبن دافي، عكس بعض. هنا بعد ما سقيتها باللبن بالشكل ده هركنها بقى دلوقتي على جنب لحد ما تستهدى خالص. عندي ده صوص اقتصادي انا بعمله وبحطه في التلاجة، هسيب لكم اللينك بتاعه. انا كنت هسيب لكم اللينك بتاعه هنا في صندوق الوصفة اللي بعمله وعملته معاكم قبل كده، وعملنا الطريقة حلوة قوي. انا عايزة احطه هنا على الوش، هيدي طعم حلو جدا جدا، لذيذ جدا. بصوا بقى الصوص عامل ازاي، بصوا القوام. هسيب لكم كده كده اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هاخد بقى الصوص الحلو ده واحطه على وش الكيكة اللي احنا جهزناها. طبعا الخطوة دي اختيارية. بصي شايفة المنظر، بصي بقى بيفرد نفسه ازاي كمان اهو. حاجة حلوة سهلة وسريعة، وانت واقفة كده هتعمليها حلوة قوي. بصوا الصوص فرد نفسه ازاي بنفسه، انا عملتش حاجة. هو بصوا فرد نفسه ازاي واخد شكل كده خطير. خلاص كده سيبها بقى تستهدى كده شوية وتاخد وتدي مع بعض، بعد كده هدخلها التلاجة تشد كده وتسقع كده، بتبقى خطيرة بجد. ما انتوا شايفين كده حبايبي، ده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما دخلتها التلاجة بقى واستهدت كده، مزينتهاش بحاجة تانية، استكفيت بالشكل ده كده. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، طعمها لذيذ حلوة قوي. ده كان فيديو النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة مع نينو.